كثير من الناس كان يسألون في لحظتها وما زالوا حتى اليوم، مع أنه في تبرير علمي واضح الموضوع، بس أسمعه منكم، أنه ليش تجرون تجارب علمية في الفضاء؟ تعالوا مختبرات الأرض وجروها، وضح الصورة بس للمشاهدين والجمهور وللناس اللي يسألون. طيب، سؤال جدا جميل، يعني ذكرت جزء منها بابا ريانا. الآن تصرف المواد في الفضاء يختلف تماما على الأرض، يعني الموية هنا سائلة، هناك تتصرف بشكل فقاعات وشكل غير سائل، فهذا يؤثر على المواد وقابليتها للتغير والتعايش في بيئات مختلفة. كوننا في محطة فضاء دولية في بيئة منخفضة الجاذبية، في أهلنا أن نشوف الجزيئات والخلايا بشكلها الطبيعي. يعني في الأرض عشان تشوفها تحت مجهر تضغط عليها بقزاز فبتكون منبسطة أو فلات على قولتهم، لكن في الفضاء بتكون بشكلها الطبيعي. فهذا يأهلك أنك توصل لجزء محدد من هذه الخلية، تعدل عليه إذا احتاج الأمر، وتشوف بمنظور آخر تماما. وهذا اللي فاد في العلم من اكتشافات، من تحولات سابقة، من تقنية وجدناها حاليا نستخدمها في الأرض، والسبب لوجود هذه التقنية بعد الله إجراء التجارب في بيئة منخفضة الجاذبية مثل محطة فضاء.